ده هي موجودة في كل طبيعي الفرقية، أصلا. في أي بلانت سيل في الدنيا اللي خلقها ربنا. ماشي حلو. يبقى إذا هنا قلنا النمبر 1 decreases، نمبر 2 الباينس علشان خاطر هو الانجيوسبيرمس، نمبر 3 قلنا يا مستر its presence is limited in the wall of a xylem. مستر لا ده كلام ما ينفعش. أيوه يوسف، معلش، هو ايه هو الفانكشن بتاع السلولوز بالظبط يعني؟ السليلوز بيعمل عملية سبورتنج، وفي نفس الوقت بيكون باسج ووتر، الاو باسج اوف ووتر اند سولتس، يعني بيعمل سبورت، بيدعم الخلية، وفي نفس الوقت بيدعم او بيسمح بمرور المية والاملاح من الخلية. فبالتالي يا مستر بقية المواد كلها مثلا زي السيبرين او الليجنين او الكيوتين تعمل سبورت بس تم بريفنت ووتر اند مينرال سولتس، بتمنع المياه والاملاح، لكن ده بيعمل سبورت، بيدي فلكسبيلتي، بيدي مرونه، بيدي سبورت زي ما اتفقنا، قلنا بيدي يا مستر كمان برودكشن مياه الخليه، بس في نفس الوقت باسج اوف ووتر اند مينرال سورس. تمام. طيب نمبر 2 يلا يا ادهم. ادهم وور اوكي يا ادم، طب لما تيجي بقى اسئله كده تشويس هبسالك شويه شغالك معاك. طيب مين اللي هيحل السؤال ده يا ولاد؟ الاء الاء water moves fast in the plant at the daytime and slowly at the night. سبلين سهلة يا آلاء. هاي آلاء في مشكلة ولا مفيش إجابة ولا الدنيا فيها إيه بالظبط؟ هو إيه الفرق بين الداي تايم وبين النايت تايم يا آلاء؟ نفس الفكرة برضه؟ لا والله ما سمعت يا بنتي. لا يا لا ما فيش صوت خالص، حد سامع صوتها يا ولاد؟ لا ما فيش صوت خالص يا ولاد. طب حاولي تظبطيه كده يا عشان موجودين. ايوه لا ده انا يا مستر. طب كملي يا جنى. ماشي، بيقول water moves fast in the plant at the daytime and slowly at the night. explain. هو علشان في ال daytime بيبقى فيه sun، فبيبقى يحصل evaporation، فال evaporation دي بتعمل transpiration وال pulling بيحصل لل leaves، بس في ال night مفيش أصلا sun، فالماء من ال pulling أو transpiration force ده بيبقى weak. الله ينور عليك، إجابة ولا أنا ليا أتكلم بعدها ولا أعقب. إكسلنس، ممتازة يا جماعة ما شاء الله. طيب لانا نمبر 3. Yes, Mr. يا Many plants have stomata on the lower surface of their leaves. If the leaves of iris plant float on the water surface, what you expect their stomata are located? Explain your answer. I think يا مستر ان الستوماتا بتاعت الايرس بلانت تبقى upwards only. ليه؟ لان داون وورد اساسا ده ثينكينج ايه؟ Because the function of stomata have air chambers that could evaporate the water from its chambers الله ينور عليك. to اما prevent الايرس humidity. اكسلنت، ممتازه. اما الايرس بتبقى اللور سيرفس بتاعته بتبقى فيسنج ذا ووتر. الايرس ده اللي هو النبات الوردي النيل يا اولاد، اللي هو عايم على سطح الميه، فاللور سيرفس بتاعه هو كده كده لامس الميه، فبالتالي مش هينفع ان هو يكون فيها اير تشامبرز او حتى ستوماتا او اي حاجه ثقوب يحصل فيها ايفابوريشن، فبالتالي بتكون على الهاير او الابر سيرفس بس. اكسلنت، ممتازه ممتازه. طيب ايه، طبعا دي بعض الافكار اللي هي موجوده، وفي افكار تانيه كتيره موجوده طبعا هنجيبها ونحلها مع بعض. ماشي حلو. طيب transport of the manufactured food from the leaf to all the plant parts، تجربة بقى الثانية
او الشغل الثاني، احنا خلصنا الشغل الاولاني ان الوار والمينرال سولز بتمر او بتعدي من الزايلم through the root to the xylem of the stem and then to the xylem of the to the xylem of leaf and then to the leaf and to the mesophyll tissues عشان خاطر تعمل photosynthesis process وتوزع وكل واحد ياخد مصدر. طيب النهارده بقى بنتكلم على transport of manufactured food from the leaf to all the plant parts. يبقى اذا هنا يا مستر النوع الثاني من النقل او من التوزيع اللي هو توزيع الاكل يا اولاد، توزيع الغذاء على خلايا. بيقول لي at first what is the responsible origin of the transport of water and mineral salts اللي هي بنسميها ساب. قال لي مستر the phloem translocates the manufactured food which consists of high energy organic substances اللي هي ممكن تكون ايه؟ قال لي يا مستر دي ممكن تكون عباره عن كربوهيدرات او فاتي اسيدز او حتى ممكن تكون بروتينز امينو اسيدز، تكون زي ما تكون الخليه صنعتهم اكل، الغذاء صنعتهم بتصنع في الخليه. During the photosynthesis process بتصنع في عمليه البناء الضوئي ديت in all directions تبدا انها بقى توزعه وتبدا بقى الفلايم دي يا مستر انها تاخده. يبقى ادي الاكل اهو بتصنع عندي في الليف، اوكي ادي الليف اهيت وادي خارج منها الفلايم، بيبدا بقى ان هو ياخد الاكل اللي اتوزع هنا او اللي اتصنع هنا في الميزوفيل وباخده بقى يبدا ان هو يمرره جوه البلانت ويبدا بقى يوزعه مثلا للبادز للفلاورز للليفز فروت سيدز ستيم روت، اي حد جاي بيبدا ان هو يوزع ويديله جزء من الايه؟ من الاكل. يبقى اذا هنا the function of the phloem a translocator. The same meaning of transport, okay? Translocate the manufactured food. أهم حاجة إن هي manufactured food. أهم حاجة إنها food substance, proteins, lipids, carbohydrates. طب هل ينفع ممكن نلاقي هنا water؟ قال لي لا مفيش هنا water. هنا مفيش مية، مفيش water. لا ده هي manufactured food بس. Okay. Upwards to the feed the buds, flowers, and fruits. Downwards to feed the stem and the root system. عشان خاطر يغذي النبات كله ويأكل النبات كله. طيب قال لي عندك rule of the sieve tubes. طبعا كلنا فاكرين sieve tubes. ادي يا مستر الفلويم اهون بيتكون من دي اللي هي sieve tube. طب ليه قلت عليها sieve؟ قال لي علشان خاطر بتبقى هنا بيور، بتبقى مثقبه من هنا، والثقوب دي اللي بيعدي منها مين؟ بيعدي منها البلازمودز ماتا او اللي هي بيور سات بلازميه اللي هي بتعدي منها وامورها تمام، ما عنديش مشكله في حاجه. تمام؟ طيب انا عاوز اثبت الكلام ده. نثبت الكلام ده ازاي؟ والقصه بتاعت اثبات الكلام ده جت ازاي؟ فعندي مجموعه من الاكسبيرمنتس ماشي الحال، مهم قوي ان انا اركز، هم بساط قوي سهلين قوي. تمام؟ لكن يهمني ان انا اركز كل تجربه فيهم بتثبت ايه؟ وكل عالم بيثبت ايه؟ اول تجربه يا اولاد كانت تجربه بسيطه جدا بواسطه اثنين من العلماء اللي هم رابدن وبور. رابدن اند بور ان 1945. تقريبا بور ده بتاع الكيمستري يا اولاد. معلش جاي اسال كده، هو ده بتاع الكيمستري؟ هو بتاع الكيمستري. فاهماني ازاي؟ لان هو هنا استخدم حاجه كيميكال قوي يعني اللي هي الايزوتوب اوف كربون. جاب لي راديو اكتف كربون سي الايزوتوب سي 4 سي ماشي الحال. المهم عملوا ايه الاثنين علماء دول رابدن وبور اللي اشتغلوا على نبات الفول؟ قال لي الرجاله دي بمنتهى البساطه جابوا نبات فول ماشي الحال، مش هيحيقوه بقى يا يوسف ويحطوا عليه نص ليمونه وشويه فلفل وكمون وزيت، لا واحده واحده معايا يوسف الله يرضى عليك، احنا عايزين نعمل تجارب، عايزين نعمل شغل في العلم، صح معايا يا يوسف.
يا عم الفول انت ايه قصتك معايا؟ قال لهم انا نبات طالما بلاتي عايز اعمل فول سيلف بروسيس. قالوا له اتفضل، احلى كربون دايوكسيد، كربون ده احلى كربون دايوكسيد، بس بشرط الكربون دايوكسيد ده هيكون فيه كربون 14 راديو اكتيف ايزوتوب. قال لهم ماشي، انا ما يشغلنيش، عايز ووتر اتفضل ووتر، عايز سان لايت احلى سان لايت، والدنيا امورك تمام. وبدأوا يحسسهم تريست، يتتبع او يقتفي اثر تريست the path of radioactive carbohydrates in the plant. وبدأوا ان هم يتتبعوا مسار الradioactive كربون الموجود جوه البلانت. الاوبزرفيشن قال لي يا مستر ذا بلانت بروديوس radioactive carbohydrates، لقوا ان النبات بيطلع كربوهيدرات، والكربوهيدرات اللي بيكون فيها الكربون اللي هو بتاعهم راديو اكتف، and these carbohydrates were translocated upwards and downwards in the stem. ولا شاف سيف تيوبس ولا اساسا رب نبور جم في سكه اساسا ال استاذ محمد الفلويم اساسا ولا اي حاجه من المواضيع دي. يبقى الرجاله دي كل اللي اثبتوه ايه يا ادهم؟ اثبتوا ان الميه او ان سوري ان الفود سبستانس طالع نازل في قلب الاستام. لا جاب لي سيره سيف تيوب ولا جاب لي سيره اللهم صل محمد الفلويم ولا الافلام دي كلها. كل اللي اتكلموا فيه الرجاله دي قال لك ان المواد الغذائيه ماشيه في النبات، اتصنعت بفعل الكربون وبدات انها ماشيه في النبات، طالع نازل نازل طالع، من غير ايه؟ من غير ما حاجه تحدها او حاجه تثبتها ويكون فيها مشكله في اي حاجه. ماشي الحال؟ يبقى دي كانت تجربه رابدن وبور، تجربه رابدن وبور. يبقى اذا هنا مين تاني كده اتكلمنا على تجربه رابدن وبور الستبس او البروسيجرز بتاعتها؟ يلا يا جوي. يلا يا جوي ظبطي كده السماعه مع بقك كده يلا، واديني احلى شويه ستبس يلا يا جوي. تمام. They supplied a green bean leaf with carbon dioxide containing a radioactive carbon 14C in order to carry out photosynthesis. بعد كده they traced the path of the radioactive carbohydrates in the plant. تمام. ولقوا الاوبزرفيشن بتاعتهم جامده اخر حاجه بتل... يوسف الاوبزرفيشن اللي لقوها يا يوسف. لاحظوا ايه الرجاله دي يا جو؟ انت بتسال انا يا مستر؟ ايوه انت يوسف، انا عندي كمان يوسف. The plant produce radioactive carbohydrate، وبعدين لقوا ان carbohydrates were transport يعني upward and downward in the system. يبقى اذا هنا تاني بقول تاني مهم قوي، بعض المدرسين يا اولاد بيسرق الحتت دي. يلا بينا رابدن وبور بتوع الفول اكتشفوا ان ويقوم جاي في النص ومديك الفلايم. لا هما ما اكتشفوش الفلايم، رابدن وبور ما جابوش سيره الفلايم خالص. مين اللي جاب سيره الفلايم بقى والسيف تيوبس؟ العالم اللي بعديهم ده راجل اسمه ميدلر. ميدلر 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 ده كان عنده حشره جميله جدا اسمها الافل انسكت، بنسميها بالعربي حشره المن. اوكي ومال ايه قصتك يا عم ميتلر انت مع حشره المن ديت او الافيد انسكت، وايه القصه ايه اللي انت عملته معاها بالظبط؟ قال لي بص يا ابو المساتير، الافيد انسكت ديت بتقوم جايه تقف على الستام بتاعت البلانتس، ملوخيه بقى جرجير فجل لاب اي حاجه، وتبدا انها تقف عليها يا جنه، وتقوم الحشرة عندها ايه؟ زي فم ثاقب كده او خرطوم، تبدا انها تدخله جوه الايه؟ جوه البلانت، وتبدا انها تتغذى. يعني من الاخر يا مستر بارازيت، بارازيت متدفق، بس مش على انسان وتاخد دمه، ولا على حيوان وتاخد دمه، لا ده على البلانت وبتطفل عليه، وانا مش عارف هي بتاخد ايه. قام جاي الراجل ميتلر قال لها تعالي تعالي قافل يا حبيبه قلبي، تعالي تعالي
ادي اجمل بلانت اهون، اديني احلى شويه بيرستيزم وتغذي، تحرميش نفسك من حاجه. اوكي، اكلت يا لانا، دخلت جواه كده بقها ماشي الحال، وبدات انها ايه، انها تاخد حاجه لسه مش عارف هي ايه. خلي بالكم ركزوا في الالفاظ بس قوي، اخد مدت بقها جوه واخدت حاجه انا مش عارف هي ايه. تعال طلع الحشره وقام ماسك بق الحشره ده، اهي ادي الحشره اهي، وقام ماسك بقها ده، قام جاي قطعه كات. مفتري مفتري، البيولوجي دولت طول عمرهم عالم شمال اساسا، عالم مفتريه. ده مش قطع الحشره بس، ده قطع الحشره وقطع النبات من مكان ما الحشره مدت بقها. يبقى قطع الحشره وبق الحشره وقطع النبات من مكان الحشره مدت بقها. بيبص هنا في بق الحشره يا اولاد، لقى الساب، لقى الفود، لقى جلوكوز، كربوهيدرات، بروتينز، ليبيدز، والدنيا حلوه. قام جاي رايح في البلانت وقطع في البلانت مكان الحشره ما مدت بقها، لقى يا استاذ الدنيا هنا، لقاها وصلت لحد مين؟ لحد الفلايم، لا سيما السيفتيوت. وصلت للسيفتيوت، يبقى اذا الراجل ده هو اللي اثبت ان الفود سبستانس بتبدا انها تمشي فين؟ في السيفتيوت. ماشي الحال، نرجع للتاني هنا للكتاب، مين اللي هيشتغلها معايا في الكتاب؟ يلا يا لانا، انا عمال اقول لانا من بدري، يلا يا لانا. ايوه يا مستر. This experiment 2, the scientist Mittler, he used aphid insect that feeds on the ready-made food of plant to collect the contents of sieve tubes and identify these contents. First steps, the insect was allowed to insert its piercing mouth parts into the tissues of plant until it reached the sieve tubes. Second, he separated the whole body of insect from its mouth parts during its feeding. So he managed to collect a sample of the sieve tube's contents. Then he analyzed the sample. Third, he sectioned the region of plant tissue where the proboscis of insect was inserted. The observation, food passes through the mouth of insect to its stomach. The sample of sieve tubes consists of organic substance, sucrose and amino acids, which are manufactured in the leaves. Third, the prospects appeared to be inserted in a sieve tube of the plant phloem. الله ينور عليك. في حاجة صعبة؟ واضح الأمور يا شباب؟ تمام. في اي مشكله او في اي حاجه مش واضحه في الامور دي؟ الكلمه بس مش فاهم معناها، اللي هي مش فاهم يا يوسف، اللي هو البروبيزي دي، انا مش فاهم معنى الكلمه دي. مش فاهم ولا انهي كلمه بالظبط؟ طب ممكن تا اندرلاين علم عليها؟ the purpose appeared to be inserted، اللي هو الفم الثاقب بتاعها. الفم الثاقب بتاع الحشرة. appears to be inserted in a sieve tube of the plant fly. فمها الثاقب، الخرطوم بتاعها، الشوكة اللي في بقها من الأول. منقرها. تمام؟ ال conclusion بتاعنا، the sap that was absorbed by the insect was the sap of phloem which is transported to all plant parts through the sieve tubes. طيب يتبقى عندي سؤال مهم قوي. احنا عرفنا ان الثابت صنعت في الفوتوسينس بروسيس في الـ في الـ في الـ في الليفز ومشيت امورها تمام. هنا بقى نسال على الميكانيزم. ازاي كلمه ميكانيزم يعني ازاي بتتحرك؟ قال لي
العلماء اللي اتكلموا في الموضوع ده على فكرة، ده العلماء هنا مهمين قوي، التواريخ ملهاش أي قيمة لكن العلماء مهمين قوي. قال لي تو ساينتست اللي هم مين؟ ساين وكان، يبقى نراجعها تاني من الأول. رابدن وبور، رابدن وبور دول بتوع الفول، رابدن وبور دول بتوع الفول، قال لك النبات الماء الغذاء طالع نازل في قلب النبات. شكرا. ميتلر ده المفتري، ميتلر يا جنة هو المفتري اللي جاب الحشرة وقطع بقها وقطع النبات وقطع الدنيا كلها، وده هو اللي قال السيفيوس. أما الميكانيزم بقى فدي كانت بتاعة ساين وكاني. قالوا إيه الرجالة دول بقى؟ قال لي ساين أند كاني كاتس هي لونج سيتوبلازميك ريدز which contain organic substance inside the sieve tubes. And these threads, الخيوط السيتوبلازمية دي extend from one tube to another through the tiny pores of sieve plates. طبعا الكلام ما فيهوش أي حاجة جديدة، شارحينه ومتكلمين عنه وقايلين الأفكار دي كلها قبل كده. أوكي. The active circular movement دي بقى الجديدة، اللي هي سيتوبلازميك ستريمينج. سيتوبلازميك ستريمينج اللي هو اللي احنا بنقول عليه يا اولاد الانسياب السيتوبلازمي، كان خيوط السيتوبلازم اللي نازله دي ماشي الحال. قال لي يا مستر بتقعد تنساب كانها بتتراقص، فاهمين ازاي؟ بيحصل عامل ستريمينج انها تنساب كده في حركه دائريه علشان خاطر تحرك المواد الغذائيه اللي موجوده جواها. يبقى ده السيتوبلازم قدامنا اهو، قال السيتوبلازم ده بيقعد يتحرك في حركه دائريه زي ما شايفينها دي كده علشان خاطر يبدا ان هو ايه؟ ان هو يحرك المواد الغذائيه اللي موجوده جواه، تبدا انها تنزل لتحت وتطلع لفوق. اسمها ايه الرقصه دي يا اولاد؟ مش فاكر اسمها والله. اسمها ايه يا جنى؟ هيلا هوب تقريبا؟ لا مستر والله ما اعرفش. اللي هي اسمها هيلا هوب صح؟ لا مش فاكر. اللي هي ولاد دي مش سامع. اسمها ايه يا يوسف؟ الهوب دي اللي هي بتبقى حلقه كده بتتحط على الوسط ويقعد يقعد يلفها كده تبدا نفس. مستر هوب. ايوه فاهمين ازاي؟ اهي بنفس الطريقه بتاعت الهيلا هوب السيتوبلازم بيشتغل. فاهمين ازاي؟ بيبدا ان هو يلف كده. وتلاحظوا يا اولاد ان في حركه الدوران ديت اقدر ارفع لفوق واقدر انزل لتحت. ايوه ده صح. صح كده؟ يبقى اذا هنا علشان خاطر كده هي دي الحركه بتاعتنا اسمها سيتوبلازميك ستريم او الانسياب السيتوبلازم. يبقى اذا هنا تاني نقول تاني اهوت the active circular movement of cytoplasm inside the sieve tubes and companion cells to transport the organic food substance is known as cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming يعني الانسياب السيتوبلازم. Therefore, we can explain the mechanism of organic substance transport in the phloem of the basis of cytoplasmic streaming as the following. يعني يا مستر الموضوع ببساطة هقدر بقى إن أنا أفسر أو أشرح آلية الانتقال أو النقل بتاعة المية أو المواد الغذائية دي داخل السيتوبلازما في عدة خطوات كده وعدة طرق نقدر إن إحنا نشوفهم مع بعض. ماشي الحال؟ يلا يا ميدو نمبر 1. مع حضرتك يا مستر. نمبر 1؟ The organic substance are translocated from one end of his teeth to the another end during the cytoplasmic stream. الله ينور عليك. يبقى إذن هنا الموضوع ببساطة ادي يا مستر سيف تيوب اهي وادي الثانية وادي التالتة. اللي بيوصل بينهم وبين بعضيهم السيتوبلازم ستريس ديت اللي هي الايه؟ الخيوط السيتوبلازميه. طب بتعدي منين؟ قال لي خلاص بقى قديمه
من السياخ بلاتلتس او من الصفائح الغربالية اللي موجودة في النص وكده. طيب يا مستر دي ما تقدرش تشتغل لوحدها، دي محتاجة انرجي، محتاجة طاقة، وكمان محتاجة بنسميها مثلا رياكتور او مانجر اداره علشان خاطر تبدا انها توزع الاكل بتاعها. قال لي لذلك بيحصل لها عمليه ايه؟ ها؟ الكامبانيون سيلز اللي جنبها دي، الكامبانيون سيلز. قال لي يا مستر ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه. ركز بقى كويس قوي يا ولاد، هنا في حاجه. الخيوط دي اللي في النص دي، دي بتنقل الفود سبستانس لفوق ولتحت. ماشي، يبقى دي هي الغنيه بالكربوهيدرات بالليبيدز بالبروتينز بالقصص والحواديت دي كلها. اوكي يا مستر تمام ماشي. طب بالنسبه دي، قال لي دي لازم تكون موجوده. الكامبانيون سيلز ليه؟ قال لي علشان خاطر الكامبانيون سيلز هي اللي بتديها الانرجي، وهي اللي بتديها مستر الطاقة، وهي اللي بتتحكم فيها وبتسيطر عليها وبتعرفها هتنقل جوه ولا بره ولا تدخل ولا ما تدخلش، تخرج ولا ما تخرجش، ولا الدنيا تمشي ازاي بالظبط. مين اللي بيمشي الدنيا دي كلها؟ الكامبانيون سيلز دي كلها. طيب هنا يسألني سؤال، ايه هي الحلقة الوصل ما بين الكامبانيون سيلز وما بين الفلويم السي اف تيوبس ديت؟ قال لي دي يا مستر بيبقى فيه عباره عن بلازموديزماتا، خيوط سيتوبلازميه واصله ما بين الخليه المرافقه او المساعده دي وما بين الخليه الغربانيه. يبقى فرق كويس او ما بين السيتوبلازميك سترانس دي اللي بتنقل الفود سبستانس بتوزعه للنبات، وما بين البلازموديزماتا الخيوط السيتوبلازميه اللي بتنقل حاجة واحدة بس، بتنقل ايه؟ جزيئات اللي هي الـ ATP. As a unit of ايه يا لانا؟ Energy. Energy. لأن دي محتاجة الـ Energy ديت، محتاجة الطاقة، محتاجة تفضل على temperature معينة، وعلشان خاطر تقدر إنها توزع الإيه؟ توزع الغذاء بتاعها. وآدي القصة وآدي الحكاية. وادي الحدوتة وادي الرواية. طيب نرجع هنا تاني اهو. ماشي. ميدو قال لي the first step that the organic substance are translocated from one end of the CF tube to the other end during the cytoplasmic streaming. اشراكة number two. اشراكة. This substance passes to the neighboring sieve tube through the cytoplasmic threads, which pass from one tube to another through the pores of sieve plates. الله ينورك. تبدأ بقى إنها تتحرك. ماشي الحال. From one sieve tube to another one. وتبدأ إنها تتحرك والدنيا ماشية وتمام والدنيا حلوة. طيب آخر جزئية دي بقى أو الحتة اللي جاية دي بقى مهمة جدا جدا جدا. دي كده ماشي الحال، هي لها نصيب الاسد في الامتحان. ماشي الحال، يلا كده مين اللي هيشتغلها معايا؟ يلا يا كنت لسه هقول منا وكنت هقول دينا. يلا يا روداين، يلا يا روداين. Music explained that the process of transportation in the phloem is an active process. As this activity needs energy carrier ATP molecules which are formed abundantly in the companion cells and the transport from them through plasmodesmata that connect cytoplasm of companion cell with cytoplasm of CF tubes. Cytoplasm of CF tubes. يبقى إذا هنا بتديها الـ ATP. طب الـ ATP ده بيتصنع فين؟ قال لي ما بيتصنعش يا مستر في CF tube، لا ده هناك في companion cell. وقال لي يا أولاد في حتة مهمة جدا هنا أهيت. Active process. إن في فرق ما بين النقل في الفلايم والنقل في الزايلم. النقل في الزايلم، أنا لما جيت اتكلمت عن الزايلم قلت الزايلم مثلا هو عبارة عن إيه؟ أنبوبة فاضية المية طالعة فيها.
لكن النقل في الفلويد مستر لا، ده فايتال بروسس، عمليه حيويه اكتف بروسس. مش الحال الغذاء، لان انا لازم اعرف الغذاء بيتوزع فين بالظبط، لازم السيتوبلازم يشتغل جوه. ده مش معناه ان السيف تيوب خليه حيه، لا، السيف تيوب ما بتتماسش بالحياه. وصعب قوي ان انا اسالك في الجزئيه دي، يعني لو جيت اسالك مين بتتميز ومين بالحياه ومين بعدم الحياه، صعب قوي ان انا اتكلم على السيف تيوب، لانها حتى بصرف نظر ما فيهاش نيوكليس. لما النيوكليس بتاعت ال كامبانيون سيل شغاله، كمان البلازم السيتوبلازم بتاعها شغال وعمال بيرفع وينزل وهكذا. فمن ازاي؟ لكن ده مش معناه انها خليه حيه. لكن لما هسالك مين اللي مش حيه، هتقولي طبعا التراكيز والفازلز بتاعت مين؟ بتاعت الزايلم. على اي حال هنا يا مستر بعد ان هو يكلمني على البلازمودز ماتا، they are the connected cytoplasm of companion cells with the cytoplasm of CF tubes اللي هي اسمها البلازمودز ماتا او اللي هي الخيوط السيتوبلازم. ماشي الحاله. The evidence of validity of the cytoplasm streaming theory as well. ماشي الحال، هنشوف الجزئية ديت بس بعد ما نرجع. نرجع يا أولاد بسرعة، الله يرضى عليك. نرجع وبسرعة.